خالد بالباي شاب خريج جامعي استطاع أن يقدم خدمة لعديد تلاميذ بلدية ولاد منصور في ولاية مسيلة، حيث حول هذا المرأب إلى مكان لتقديم دروس الدعم لمختلف المراحل الدراسية في الطور المتوسط وبدون مقابل. أنا خريج جامعي من جامعة محمد بوضياف ماستر دو، حبيت أنا الجهد نتاعي هذا ما يكونش هكذاك في الشارع، هاي حبيت نتطوع باه نعاون تلاميذ تاعي هذا كامل ونديروا إن شاء الله نتيجة مليحة ونكونوا في المستوى. بعد الظروف اللي كانوا يعانيوا فيها التلاميذ تاعو هنا في هذه المنطقة، هي ظروف النقل، البعد، خوف الوالدين على البنات، سما هذه الحاجة هذه اللي خلاتنا أنه نفتحوا لهم كور لهنايا، نوفروا لهم نحيوا لهم هذيك النقائص اللي كانوا حاسين بها. والحمد لله فتحنا هذه المبادرة ودرنا هذه الالتفاتة كشاب جزائري ما حبيش نضيع وقتي برا. على مدار 3 سنوات كاملة نجح خالد في تدريس تلاميذ منطقته فحسب، بل كان الأخ الأكبر للجميع في تقديم التوجيهات والنصح. فضل ربي سبحانه وثاني فضل الأستاذ بالبي خالد الذي لولاه لما أصبحنا من أفضل معدلات وشرفنا البلدية تاعنا، اللي يهب روحه خدمة لنا وإن شاء الله نشرفوه ونكونوا فخر له، إن شاء الله نرجعوا له التعب تاعه طوال 3 سنين هذه. هو خرج بعض التلاميذ كانوا في آفات اجتماعية وكانوا دخلوا في مجالات خطيرة جدا، هو خرجهم من ذيك. قالت الشاب خالد عن أبناء منطقته جعلته يتحدى الظروف وحتى شبح البطالة ويساهم في حصول التلاميذ على معدلات ناجحة في مشوارهم الدراسي.